ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم شوكولاتة للدايت، سهلة جدا وسريعة جدا بجد، جربوها. انت هتعمليها النهاردة، بكرة هتخسي نص كيلو، ممكن من 100 جرام لنص كيلو، ممكن تخسي اكتر من كده. طبعا الشوكولاتة دي حلوة جدا 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 بجد، ممكن تحسي فيها سنة مرارة شوية، بس هي سريعة ومجربة جدا بجد. انا جربتها، ممكن تاكلي كل حاجة انت عايزاها وبعدين تاكليها بعد الاكل بنص ساعة، حلوة جدا بجد. هنجيب كوباية كاكاو، كوباية كاكاو خام من دريم، اعتقد هو 16 جنيه، حاجة في الرينج ده. هنجيب كمان زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ده يا جماعة من احسن الزيوت اللي انت ممكن تعمليها للدايت. المنخل السلك ده بيساعد ان ميبقاش فيه تكتلات في الكاكاو. هو ده يا جماعة شكل زيت جوز الهند، هو هنضيفه على الكاكاو الخام. نص كوباية من زيت جوز الهند ده شكله يا جماعة اهو. بعد كده احنا هنفضي نص الكوباية دي مع الكاكاو ونقلبهم كويس جدا مع بعض ونحط. جماعة عايز اقول لكم حاجة، ده سكر دايت اسمه سويتال، احنا هنا حاطين 7 اكياس، ما يعادل 7 معالق، ده سكر سويتال. فيا جماعة ده انا حابة اقول لكم ان انت ممكن تحطي سكر بس لو انت عايزاها مرة، وممكن تحطي كمان عليها عسل. احنا في الفيديو حاطين سكر دايت، وكمان حطينا بنفس المقدار الكوباية دي حطينا عسل. لو انت عايزاها مرة ما تحطيش سكر، ما تحطيش عسل سوري، وكمان هتحطي عليها رشة فانيليا. ماما بتحب النسكافيه فهي حطت نسكافيه بلاك، انت لو مش عايزة تحطيها ومش عايزاها مرة فما تحطيهاش. ممكن تكتفي بالمرارة اللي هي في الكاكاو، اصلا المعروف عن الكافيه بلاك ان هو بيعلي الحرق، فممكن تحطيه ممكن لا. دي بقى كوباية عسل، انت تذوقيها وانت بتعملي الخليط، لو انت حاساها مر ممكن تحطي سكر سويتال دايت مثلا، ممكن تحطي عسل براحتك. بعد كده هنصب الخليط ده في قوالب السيليكون. اهم حاجة ان العجينة تبقى سائلة كده زي ما انتي ما شايفة كده في الفيديو، لازم تبقى سائلة كده عشان تعرفي ان انتي تتعاملي معاها وتحطيها في القوالب دي وكده. بعد كده احنا هنخبطها شوية علشان نخرج منها الهواء وتتساوى كلها مع بعض. هي بتدخل الفريزر بتقعد 4 ساعات، وبعدين اول ما تطلع هنوريها لكم. احنا دلوقتي هندخلها على الفريزر. حبيت بس اراجع معاكم المقادير في اخر الفيديو. احنا حطينا كوباية كاكاو خام من دريم، نص كوباية من زيت جوز الهند، حطينا كمان 7
اكياس من سكر سويتال للدايت، وحطينا كوباية عسل، حطينا كمان رشة فانيليا، وقلبناهم كلهم كويس جدا مع بعض.